احتجاجات ومظاهرات تعيشها أحياء متفرقة غرب مدينة الأحواز على وقع الفيضانات التي أغرقت الإقليم وسط مخاوف من قمعها بواسطة الحشد الشعبي العراقي بحسب ناشطين أحوازيين. المحتجون خرجوا في مسيرات حاشدة متهمين النظام الإيراني والحرس الثوري بإغراق الإقليم من خلال فتح السدود ومنع فتح منافذ نحو الأنهار لتصريف مياه الفيضانات. كما تداول مجموعة من الناشطين مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المسيرات الاحتجاجية مؤكدين بأن قوة الأمن ومكافحة الشغب حضرت بكثافة وحاصرت المتظاهرين لتفريقهم. فيما أظهرت مقاطع أخرى انتشار ميليشيات الحشد الشعبي وهي تتجول بسيارات ومدرعات ودبابات. الناشطون أكدوا أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني جلب الحشد الشعبي تحت غطاء مساعدة المنكوبين، لكن الهدف الحقيقي هو قمع أي احتجاجات تحدث، إذ ينوي السكان حرف الفيضانات نحو الهور بأنفسهم بالرغم من رفض الحرس الثوري. في حين أكدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن هذه الفيضانات هي أكبر كارثة إنسانية تشهدها المنطقة، إذ تجاوز عدد النازحين أكثر من نصف مليون مواطن، فيما غمرت المياه نحو 250 قرية وعشر بلدات.